اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، وموعدنا يا شباب البرنامج اليومي معاكم في رمضان من الساعه 6:30 لحد الساعه 8 كل يوم هتلاقونا معاكم بتوقيت السعوديه على قناه الان وعلى التلفزيون الان. وانا محمد عنبه معاكم، ومعايا ريم ومعايا مها ومعايا شهناز، بنتكلم كل يوم في مواضيع مهمه جدا، صحه، تكنولوجيا، فكرة الحاجات الغريبة، الحاجات اللي في بلدنا الحبيب الإمارات الجديدة. كمان هنتكلم معاكم في نصايح وحاجات تهمكم تعرفوا عنها في رمضان، ده غير بقى الترندنج ايه اللي بيحصل النهاردة ومبارح وبكرة، وايه اللي بيتكلموا عليه السوشيال ميديا، وايه اللي كان العالم كله بيتكلم عليه النهاردة. فده هيكون موعدنا شباب، وكل الفقرات اللي فيه بنبتدي دايما بالصحة، فتعالوا نبتدي بالصحة. وعايز اسلم طبعا على مها وريم وشهناز. شهناز ازيك؟ عامله ايه؟ عاملين ايه؟ اخبارك ايه؟ بعد الفطار بقى تمام؟ بعد المي بقى تمام؟ كيف كان صبايا؟ الحمد لله كله تمام. حلو؟ ماشي. اول حاجه طبعا زي ما احنا عارفين اول ايام رمضان عدنا شويه نصايح بنرجع تاني الكلام فيها، وبنتكلم على الصيام وارهاق، تعب، كسل، عطش. بس بنبتدي نبحث عن الاطعمه وخصوصا الفواكه اللي بتسبب لنا يعني ايه زي ما تقولوا عسر ضيق الهضم، او تقل لنا المعده، بتدينا احساس بالارتواء، ايه المفروض ناكله وما ناكلوش خلال شهر رمضان المبارك. حاجه من الحاجات المهمه جدا واكيد سمعتوا عنها كتير هو الموز. الموزه الواحده بتفيدنا قبل الصيام بشكل كبير، فيعني موز 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 معروف فوائد الموز، خصوصا انه هي تحتوي على البوتاسيوم ومعادن كثيره، بلس الناس اللي عندهم نقص في الحديد ايضا الموز يحتوي على نسبه كبيره من الحديد، اللي عندهم انيميا او حتى مشاكل في المعده يساعد الموز. الموز كذلك يعني يخليك ثاني يوم، طبعا اذا انتم صايمين ما تعطشون، بلس لانه بيحبس المي، نسبه البوتاسيوم اللي بالموز تحبس المي. صح. بلس انه بعد من المعلومات الموجوده ان الموز اذا كنت تعاني من انه ارق او مو قادر تنام تاكل موزه قبل لا تنام تبقى تمام كده، يساعد على انقاص الوزن. يعني الناس اللي حابين يخسرون وزن فتره رمضان سبيشلي يقدرون ياكلون موزه وحليب منزوع الدسم على السحور، وان شاء الله وزنهم حيبدا يخف شويه شويه. هو ممكن نقول بنانا ايدي في رمضان بدل ابل ايدي. بنانا ايدي بدل ابل ايدي. هو المثل كان ايه؟ ابل ايدي كيبس الدكتور اواي. اوكي، ابل ايدي كيبس. احنا خليها في رمضان بنانا ايدي. بلاش عاده اول ايدي، بلاش انجلش يا جماعه، بلاش انجلش. اه اعتقد هو معظم الفواكه كلها صحيه زي الخضار زي كده، بس هو في رمضان عشان انت زي ما بتقولوا بيحبس الميه. وتشوفوا الرياضيين دايما في التنس مثلا تلاقي بروتين، لانها تحتوي على بروتينات وتساعد اي ثينك كمان في اللي عندهم ايش العضلات، استشفاء العضلات خصوصا الرياضيين. لا وبعدين الموزه كمان مش اكلها بس، ده القشره. مره شفت فيديو كده سريع بيجيب لك ازاي بالقشره ممكن تعملي البشره. على فكره والقشره او الموز بعد ساعات يستخدمونها للشعر، انه ماسكات الشعر انه ينعم الشعر. فيا جماعه عليكم بالموز شهر رمضان بالموز يا جماعه. بس انا اللي اسمع انه دائما انه ياكلون الموز احسن من يكون اسود اكثر. أيوة. يعني انا افضل بالنص، ما احب من يصير بي هذا السواد، بس يقولون انه كله بس هو صحي جدا. انا لسه قريها الموضوع ده، ان انت اول ما السودا سودا الموزه تبقى سودا تلاقي موزه تلاقي على طول الموضوع بقى صحي ومفيد. ايه تاني؟ في فاكهه تانيه ممكن يعني بطيخ جميل قوي بعد الفطار، لانه مليان بالماء يحسس كده شعور انه انت بالارتواء. الارتواء انا لا. بحكي عن الكيوي صراحه، الكيوي كثير منيح للبشره وكمان بس نسيف كثير مويسترايزنج، يعني كثير بيعطي ترطيب للبشره. حتى طيب. اللي بيفوتوا بالبودي بيلدينج بيحبوا ياكلوا فاكهه الكيوي. انا حاسسكم مش فايقين النهارده، وانا كمان صح. مكلناش موز كفايه. الموز هو الموز هو الزهر. انا ما اكلت موز على السحور اليوم. بس انتوا عارفين ايه اللي بيحصل لنا دلوقتي الايام دي؟ ايه؟ الصيام بيخلي السموم بتخرج. فعلا احنا في عمليه ممكن. من والله بجد الكلام ده ديتوكس اللي هو الديتوكس يطلع السموم. احنا بنمر بعمليه بتتغير فيها كل الاورجنز في جسمك، و في تغييرات. مش اول يوم بس اللي كان متعب، وبعدين تاني يوم ارتحنا شويه لو احنا حسينا كنا امبارح مرتاحين، وبعدين رجعنا تاني دلوقتي ايه ده هو في ايه.
بس هي احلى حاجه ان هم جمعه وسبت اجازه للناس اللي هي عندها السبت اجازه، عشان في ناس كتير بتبقى جمعه بس بيبقوا يعني. وانا يوم الجمعه كان صايبني صداع صراحه. انت امبارح كان انا كنت اول يوم صايبني بصراحه صداع. وحاسين ان السموم بتخرج؟ في حد حاسس ان السموم؟ بصراحه احنا نسينا نقول شيء مهم، انه الموز يساعد على التخلص من اثار التدخين، فالمدخنين اذا ياكلون موز لانه بي فيتامينز مفيده للجسم حتخلصه من السموم مع التدخين. فاذا اكو اي احد حاب انه يقلع عن التدخين بشهر رمضان ياكل موز، ياكل موز لانه حيطلع كل السموم من الجسم. ما ضل شيء ما حكيناه عن الموز، خلاص يا جماعه. عشان ننتقل من الموز ثم الموز ثم الموز. اعتقد انا بعد الحلقه هذه الحين كل الناس بيروحون ياكلون موز. على الفوائد هذه كل الناس بيروحون. هو زي ما بقول لكم، هو الموز حلو بس بعديها زي ما بنقول كده السموم بتخرج من الجسم ازاي؟ طرح الجسم للسموم هي آلية فسيولوجية، ده الكلام العلمي يعني. التخلص من السموم وتنظيف الجسم منها او تحويلها من خلال أنشطة ووظائف وأجهزة مختلفة او أجهزة الجسم المختلفة، وعادة بيختزن الجسم مستويات معينة من السموم دي اللي بتدخله اللي بتدخله يعني من الغذاء، وبعديها يعني زي ما بتقولوا كده بفعل العوامل البيئية بيبتدي كالتلوث مثلا والحاجات اللي هي دخلت جسمنا مضرة. مفروض ان الصيام بيبتدي يخرجها من الرئتين، بيبتدي تخرج عندك حاجات كتير قوي بتبتدي تعدل مع الصيام، لانه اجهزة الجسم بتتحسن وظائفها او بتقوم بشكل كبير بدور تاني. من الحاجات طبعا القولون بيتحسن، الكبد وظائفه بتتحسن. اسمه كولون. 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 انا قلتها مصري. مو قولون. ما هو مصري قولون. كولون. اوكي بس هو بالمصري بنقوله كده يعني، واحنا بنتكلم كولون. طب بالسوري وبالعراقي وبالسعودي كولون. يعني انت جيتي على الكلمه دي وسبت ايه الكلمات المصريه كلها ايه واللغه العربيه القول هو عامه كولون كولون. خلينا نتكلم في موضوع السموم. خلينا في المفيد مو مشكله. فرقت ايه بولو من ابولو؟ عارفه انت اللقطه دي بتاعت فيلم الناظر؟ انا برايي نكمل. هو ده اللي بيعقد المواضيع، احنا لازم نركز في ايه المهم. احنا بنتكلم دلوقتي عن السموم وازاي الصيام بيطردها من جسمنا، واحنا حاسين بشكل كبير ان السموم خرجت من جسمنا. حتى باين واضح على وجهنا صح. البشره مشرق واكتر. لا بجد هي وظائف، غير النوم كمان، النوم بطريقه صحيه. انا النهارده كنت حاسس ان انا نايم نوم عميق يعني بعد السحور. يعني احس هذا الشهر نوية الصيام، لانه الصيام يخلص الجسم من السموم، فاذا الواحد هم يهتم باكله وبالنوم فخلص يخلص هذا الشهر. ممكن يصير روتين، ممكن يصير حتى روتين يومي اذا الواحد بيعود حاله انه يضل على هذا النظام. معروف رمضان انه هو بينظم حياه الانسان وجسم الانسان على روتين صحي، فاذا الواحد بيقدر انه يكمل فيه لبعد رمضان كمان بيكون شيء كثير منيح، ان كان بموز ولا بلا موز. هو امبارح انا اكلت فروت سلطه وكنت مزود في الموز على فكره. كنت مزود في الموز. كنت مقطع حتت موز اكتر. كنت عارف. لا ما كنتش عارف. ازرع من عشاق الفاكهه يعني، انا بحس ان الفاكهه هي من ايام زمان، تحس ان الفاكهه دي يعني حتى في الافلام القديمه وكانت لها طبق الفاكهه. صح. هو اللي محطوط مزين السفره. عشان كده ما فيش كرش. شفتي هو ده الدايت بتاعه. هو ده الدايت، بياكل موز. مش بس موز، انا قلت لك الفاكهه كلها. كل انواع الفاكهه. على فكره في كثير انواع من الفاكهه تحتوي على نسبه كبيره من السكر مثل العنب مثلا، فبالتالي هي بالعكس اذا العنب والجزر يسمن مثل العنب والجزر. احنا عمالين نحكي عن الحاجات الصحيه البدايه في الحلقه بتاعتنا دايما في رمضان كده، عايزين نبتدي دايما بنصايح وحاجات صحيه جميله، بعدين لسه عندنا كلام في التكنولوجي وكلام في الترندنج النهارده وكلام في مواضيع مختلفه. موعدنا شباب مليان معلومات حلوه، وانت قاعد بتتفرج علينا على التلفزيون دلوقتي هتبقى مستمتع بالحوار، وتقدر تشاركنا كمان. خش على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على انستغرام، سهل قوي الان تي في هتلاقوها لو كتبتوها في السيرش تقدروا تلاقونا. وموعدنا شباب طبعا مباشر دلوقتي على التلفزيون، تفعلوا معانا وتكلموا معانا، قولوا لنا ايه تاني بتحسوا ان هو صحي جدا، السموم فعلا ابتدت تخرج من جسمكم ولا لا. احنا هنطلع بريك دلوقتي ونرجع لكم تاني نتكلم في كنت بقول هنتكلم في، احنا خلصنا السموم، هنتكلم في ايه بعد السموم؟ الفرح. تعال نطلع بريك ونرجع نكمل.
رجعنا لكم مشاهدينا بعد بريك سريع، ولسه بنتكلم في الصحة والصيام والكلام ده كله. فأثبتت بعض الدراسات أن الصيام بيجدد الشباب وبيزيد من حيوية الخلايا وبيساعد بشكل كبير على استبدال الخلايا التلفة بأخرى جديدة نشطة. وبتشير الكثير من الدراسات الطبية أن الأشخاص اللي بيصوموا لأسباب مختلفة صحية أو دينية حتى من الديانات الأخرى بيتأخر لديهم ظهور علامات الشيخوخة، وبتقل الإصابة بأمراض كتير زي القلب والخرف والداء السكر. الصوم بيعالج حاجات كتير جدا، يعني بيساعد على أنه الحساسية تروح، أمراض الحساسية اللي بترتبط أكيد بأنواع معينة من الأطعمة، برضو أمراض البشرة زي حب الشباب الكلام ده كله الصيام بيخلصك منه. برضو بيفيد بعض مرضى فشل القلب واللي بيسمح ليهم الأطباء بالصوم عشان حالتهم تتحسن. كمان كتر الأكل بقى وقلة النوم والرياضة الشاقة، هو ده اللي عايزين نتكلم فيه شوية، أنه يعني رمضان بينظم الوقت، وده كنا اتكلمنا فيه في أول حلقة، بس إحنا لازم نخلي بالنا بقى مش مع يعني مع مثلا النوم أو الخمول تنامي كتير، لا غلط. لو أنت هتاكل على الفطار كتير برضو غلط، فكل ده محتاج تنظيم مننا، صح؟ عندي لك سؤال. تفضلي حضرتك. الصيام عم بيساعدك على الخرف؟ انا وانا بقول كلمه خرف جيب بالي على طول ريم، عرفت ريم هتسال تقول ايه ده؟ لا عن جد انت الصيام بشكل عام حسسك انه انت متحسن نوعا ما من البشره. هلا انا عم شوفك ومحمد ما بيحط ميك اب لما بيطلع على الهواء، يعني لاحظت في فرق في فرق بسواد العيون اول ما تعرفت عليك لحد هذا اليوم. سواد العين اللي عندك اياه كان اكثر اول يوم عن هذا اليوم، فواضح انك انت عم بتنام بطريقه منظمه اكثر. لا انت يعني كل ما تجي على الاستوديو تقولنا نمت بس انتوا عارفين ان النوم اللي هو يعني مثلا لازم يوميا نستفيد بالنوم من 6 ل 8 ساعات بس. بقى الاهم والكويس جدا اللي كنت لسه بقرا عليه النعم اللي في وسط اليوم لو خدت لك 20 دقيقه او ساعه. احس الاراء تختلف على موضوع الناب، يعني اكو ناس يقول لك الباور ناب اللي هي المعروفه انه 30 مينتس انت تنام نص ساعه، هاي تكون كافيه ان الواحد ياخذ طاقه باليوم مالته ويكمل طبيعي. بس انا بالنسبه لي الناب يعني ساعتين ثلاثه مستحيل نص ساعه، مش لازم دي خلصت اليوم اصلا يراد لي نص ساعه حتى انام، يعني نص ساعه انا مخي صاحي. لا بس هي الناب اللي هي 30 دقيقه او ساعه ماكسيمم يعني بجد ليها فعل السحر طبعا. اي بس اكو ناس يعني من يقعدون ورا النص ساعه هاي تصير عصبيه. انا لانه مش لا شبع نوم ولا انا عن نفسي ما بقدر نام الظهر فعلا، انا عن نفسي ما بقدر نام الظهر. وبعدين في كثير دراسات اثبتت انه نومه الظهر اكثر عن ساعه ممكن تسبب هي اكثر من ساعه طبعا، يعني ساعه يعني حتى بيقولوا لك 45 مينت 45 دقيقه هو الوقت المثالي لانه ممكن يصير فيها تجلطات، ممكن يصير فيها كتير حالات، ولما الجسم بيتعود عليها يعني ما انه شيء كتير صحي للجسم. في كذا دراسه صراحه قريتها، وانا عن نفسي من الناس اللي بتفيق مصدعه كتير من نومه الظهر. انت عارفه ان في شركه كوريه يعني مش هقول اسمها عشان اعلانات وكده، انت كده تعملوا اعلان. الفكره كلها ان الشركه دي بتخلي الناس بالامر الموظفين انه في ساعه يوميا بيناموا على مكتبهم. الله حبيت هذا الشيء. لا ده هو بالعكس لقوا ان في انتاجيه بشكل كبير. انا لازم اشتغل بهذه الشركه. يا جماعه الكوريين واليابانيين والصينيين سابقيننا بمراحل. اكو فتره جتي انه شركه مال المفروشات منزليه سوى فكرة إنه عندهم شاحنة يحطون بيها فراش أو تخت، فهاي الشاحنة تقدر تطلبها أنت أونلاين يعني وين ما تكون وتجي يمك ويو تيك يور ناب، تنام نص ساعة ساعة بس أجلس. هم محددين الوقت إنه معين حتى ما النومة صح بعدين تنام وعادي طبيعي، وممكن الشاحنة تتمشى بيك شوية من ما تخلص النومة. نفس هذه فكرة القيلولة أو القيلولة أنا أسميها، ما هي اسمها الصحيح. موجودة بعد هنا في دبي، سووها جديد في أحد المجمع المولات. عرفتها كذا أنه الواحد يعمل شوبينج وزي كذا ويتعب طبعا، إحنا نعمل شوبينج بالساعات فأكيد نحتاج بدل ما تروح البيت أو كذا، فتقدر تاخذ قيلولة. ده بالنسبة للنوم. إحنا عندنا الرياضة والأكل، فالاكل بقى نخلي بالنا طبعا في موضوع الفطار ما ناكلش كتير، وده اللي هو لو انت كلتي كتير بجد بعد الفطار هتحسي بتعب أكيد. مش طبيعي. اسلم حاجه او احسن حاجه اللي هي بتكسري فطارك بحاجه بسيطه وبعدين تستني شويه وترجعي تاكلي،
هذه صورتي بعد بعد الأذان. صورتك بعد الأذان يا جماعة. هي أعتقد المشكلة أن الواحد أصلاً من يأكل هواية صار عنده خمول، فبرمضان وجبة الفطور الواحد ميت جوع فيأكل كل شيء قدامه فرأساً صار عنده خمول وينام. هو الاعتدال في كل شيء، يعني أنا أفضل أنه في رمضان أو حتى مو في رمضان، يعني أنه وجبات صغيرة، تقسم الوجبات وجبات صغيرة على مدى مثلاً كل ساعتين، حتى الرياضيين يسوون يعني يعملون هذا الشيء انه كل ساعتين ياخذ له وجبه خفيفه. بس خلي بالك السؤال الكبير او السؤال الكتير بيجي لي هو الرياضه قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ والله يختلفوا. في ناس اختلف العلماء من جد. في ناس يمارسون الكارديو قبل قبل اذان المغرب نص ساعه عشان اول ما يقول الله اكبر خلاص يشرب ماء. طب انا اقول لك المعلومه من مدرب تقني اعرفه، راجل حاصل على دراسات وشهادات، وسالت السؤال ده في مره وحتى يعني ما شاء الله عليه طلع في مجلات كتير وحكى واتكلم على الموضوع ده. الفكره كلها انت عايزه تخسي ولا عايزه تزيدي وزن، وعايزه تزيدي وزن العضله ولا لا، لان كلها مشتقات كتير من الرياضه. بس انت لو واحده بني ادمه بتهوي او هويه للرياضه بس عايزه تمارس الرياضه مش لطريق الاحتراف، فالفكره كلها نص ساعه قبل الفطار بتكون فكره كويسه جدا. ويرجع تاني يقول لك طب لو هتلعبها بعد الفطار يبقى امتى ميعادها؟ لانه في بالظبط بعد ساعتين ده كويس جدا. لو هتاخريها اكتر لازم تاكلي بعد ساعتين حاجه تانية، لان هو المفضل بقى علميا ان انت يبقى في اربع وجبات من فطار للسحور صغيره. فانت دلوقتي لو هتتمرني بعد ساعتين تمام، لا بعد ساعتين مش هينفع معاكي عشان عندك ارتباطات او اي حاجه مش هتقدر تخليك تتمرني، يبقى تاكلي حاجه وتستني ساعه تانية، لان الاكل بياخد 20 دقيقه عشان يتهضم وانت استعدادك النفسي لكم اكتر. في وقت اكتر كل واحد عنده نسبه معينه بس موضوع ال 20 دقيقه انا سامعه ان الواحد من ياكل يعني اذا اكلتي مثلا شويه ما مو لحد الشبع ولا 20 دقيقة إذا انتظرتي خلص تشبعي. إيه بس مو لحد الشبع، بس مو كل العالم تفهم قصة لحد الشبع. في ناس حرام بتكون كتير جوعانة فبتاكل، بس دائما الرياضة بعد ساعتين أنا دائما هاي بسمعها. بس أنا جربتها عندي يعني الوالدة جدا رياضية فدائما مراقبتها على هاي الشغلات وعلى الأكل. أنا يعني نص نص، ماني سوبر رياضية بس إنه ممكن أتبع كم شغله هيك كم تقليد رياضي كم تقليد تو مينتين خمس دقائق كل يوم مشي ولا حاجه ده خمس دقائق لا لا ما تكفي خمس دقائق مشي ليه اذا تبغى تنزل وزنك تمشي خمس دقائق لا بس لو التزمتي بخمس دقائق مشي يوميا لمده 30 يوم انا لازم انا ما عندي يا نص ساعه ساعه يا اجلس في البيت ما عندي بس هاي يعني ما احسه يفيد لانه اصلا الواحد بحياته اليوميه هو دا يمشي ودا يتحرك دا يسوي اشياء فهي مو فكره انه انت تروح للجيم تمشي خمس دقائق عامه نرجع برضو للحته العلميه انه بتشير معظم النصائح الطبيه وبتتركز حول بدء الافطار بالتمر طبعا وبعديها الشوربه وبيتبعها استراحه قصيره كده بسيطه قبل العوده لتناول باقي اصناف الطعام. من المستحسن دائما تتناول وجبات صغيره زي ما قلنا مغذيه باوقات مختلفه ده وقت الفطار، وتجنب الاطعمه الدهنيه والمشروبات الغازيه. انا مش عايز اكون تقليدي بس هو الكلام اللي انتوا عارفينه احنا بنحاول نفكر نفسنا بيه عشان لما نيجي نقعد ناكل نفتكره وانتوا كمان تبقوا فاكرين. المشروبات برضو اللي فيها سكر الكلام ده كله مش يعني مش كويس مش حلو. فهي الفكره كلها ان احنا عايزين نخلي بالنا من عاداتنا في رمضان. اللي احنا بنعمله ده ممكن يكون اتسمع في مليون برنامج بس احنا والله بنبقى قصدنا نفكركم ونعرفكم واحنا نفكر نفسنا. انا امبارح وانا بتصحر افتكرت كم معلومه قلناها في اول يوم انه هقول لك على حاجه كان قدامي كنافه بالقشطه وكان شكلها حلو جدا لا 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 كلنا الا الكنافه والبسبوسه لا حد يجيب سيره تكفون احنا مستمرين معاكم وهنرغي لسه اكتر في مواضيع حلوه وهنتكلم على التكنولوجي وهنتكلم على الفرح الترند انا عايزه اتكلم على اكيد وهنتكلم على بس التكنولوجي النهارده هنتكلم على حاجات حلوه قوي صح هنتكلم على حاجات حلوه قوي ايه انت ناويه تقول لنا على حاجه معلومه كده طبعا على شخص بيشبهني جدا خبرك شو بيشبهني هنبدا فيها لا بعد ما نطلع نشره الاخبار بس قول لنا عن ايه الموضوع كده دينا كده لا خليها هيك حماسي
اي حاجه كده حضرتك. لا لا عامه انا هقول لكم بقى هي هتقول لنا على مين اكتر واحد بيحصل على راتب في العالم يعني اعلى راتب اعلى راتب كلنا عايزين اصحاب يعني لا شكل ولا اشكال لا راتب يا شيخ ممكن انتوا رفقاتي ولو بليز الله يخليك. وهنتكلم كمان على التكنولوجي بتاعت التليفونات ايه الجديد وايه اللي هينزل قريب قوي لان احنا عارفين ان مواضيع التليفونات دي بتهم مش الشباب بس دلوقتي كبار والصغار وكلنا بيهمنا التليفون نازل بأني اوبشنز نازل بأني فيتشرز ايه الاوبشنز اللي موجوده كمان بيبقى غير التليفون بيبقى فيه تطبيقات حلوه نازله مع التليفونات الجديده بقت سواء الاي او اس او الايفون والابل والشركات الثانيه بيعملوا بشكل كبير مع التليفون ابديتس حلوه ده اللي احنا هنرغي معاكم فيه وهنقول لكم عليه وبرضه هنتكلم في الفرح والترندنج وعايز اقول خبر اعلامي مهم كمان يعني ترندنج قوي النهارده عارفين اوبرا اعتزلت خلاص اعتزلت الغرام اعتزلت ليه؟ يعني مش اعتزلت يعني اعتزلت التقديم التلفزيوني وده بعد 25 موسم على 25 موسم بتقدم انا صراحه كنت من محبينها وكنت من محبينها وانا بصراحه يعني سوت هوايه اشياء فاحس من حقها انه خلاص ترتاح تسوي ستوب ترتاح شويه لانه قدمت هوايه اشياء للناس مفيده احنا في وقت التغيير يعني اعتقد بقى الاجيال الجديده عايزه تشوف حد جديد منها عندهم افكار هيك كتر خيرها 25 موسم يعني في حد كان اتولد وبقى عنده 25 سنه ولسه بيتفرج على اوبرا انت بتقرا على الست لا مش قصدي يعني دي جميله جدا لا انا بحبها جدا الصراحه ما ارضى عليها انا نحاول نستضيفها مره معانا هنا في وعده شباب وتكلمنا عن التجربه بتاعتها في التقديم التلفزيوني اكيد هنستفيد منها كتير هي عملت خير كبير جدا وعملت شويه حاجات كده اعتقد الناس كتير فاكراها وهنرجع نتكلم على الفرح وهنتكلم وعايز اقول لكم ان ملخص اللي فات كان ان احنا اتكلمنا على اهميه الموز اتكلمنا على اهميه النوم في الصيام اهميه الرياضه كمان اتكلمنا على اهميه تقسيم الوقت صح او بطريقه منظمه والوجبات. فهنطلع دلوقتي بريك نيوز ونرجع لكم تاني بقى زي ما قلنا عن نتكلم على الراتب عالي بتاعه مين اسمه ايه وتفاصيل اكتر يلا بينا يلا بينا رجعنا لكم تاني مشاهدينا بعد الأخبار وبعد طبعا ما شفتوا وصلة كده من الأخبار السريعة احنا مكملين في موعدنا شباب وبعد ما اتكلمنا على الصحة واتكلمنا على شوية حاجات كده ليها علاقة بشهر رمضان زي ما قلت لكم هنبتدي دايما بشوية نصايح نتكلم دلوقتي على التكنولوجي عايزين نتكلم على الواتساب وإيه اللي حصل فيه من تغييرات لأنه في خصائص جديدة اضافت عليه وعلى الدردشة بتاعته ما بقتش يعني العادية بقى في مدير المجموعات والأعضاء يقدروا لو أنت عامل جروب على الواتساب تقدر تسيطر أكتر تقدر تعمل شوية بنفتس كده أو شوية تفاصيل عملوها حلوة جدا يعني على فكرة أنا بجد كنت ببعت لحد بشتري منه لبس عاملين جروب على الواتساب وكده هو نقل الموضوع بتاعه من على الجروب لبزنس فأول ما بعت جالي مسج هلو هاو كان اي هيلب يو اللي هي الأوتوماتيك مسج دي بقت من حاجات الواتساب مش عارف أنتوا أكيد تعاملتوا مع حاجة أو بتتعاملوا مع ناس بتشتروا منهم على الواتساب مثلا حاجات أو أكيد مثلا شركة عندها واتساب نمبر فبقى الكاستمر سيرفيس أكتر معدل بشكل إنه يكون مهني مش تشات بقى فده اللي أضافه الواتساب وظبط شوية حاجات كده هنرغي معاكم فيها أكتر كمان معلومات اللي الناس ممكن تكون مش عارفها إن الواتساب تابع للفيسبوك والفيسبوك اشتراه ب 20 مليار دولار من الشاب اللي كان فيسبوك بيشتري نص تطبيقات العالم حتى يشترينا فيسبوك أسرة واحدة فهو هندردش معاكم في الاضافات اللي اضافت لموضوع الواتساب وازاي بقى في شكل جديد للناس اللي بتعمل جروبس ما بقتش عاديه لانه بقى في كتير بيعتمدوا على الجروبس دي في تنظيم رحلات في شغل في حاجات ما بقتش يعني جروب الفاميلي طبعا هو اهم جروب عندنا كلنا هذا جروب الفاميلي بلوك لازم هو احسن حاجه ان انا عامله سايلنت بس انا اخش اشوف ايه المهم بس وبعد كده ارجع ولا ميوت جروبات العائله كلها اني سايلنت تل نكست يير هذا الاوبشن اللي احبه بالواتساب بقى فهو الواتساب بقى فيه بشكل كبير مزايا كتير احنا بنحاول نستفيد منها وهو كمان الواتساب عايزنا طول الوقت يعني قاعدين عليه او قاعدين بنستخدمه هو صراحه محمد يعني انا اشوف انه مثلا واتساب انستغرام كل هذه التطبيقات دائما صاروا يحاولون انهم يتنافسون مع بعض لان مرات تلاقي سناب شات هو نمبر 1 مرات انستغرام
يعني دائما يحاولون يحطون اشياء جديده عشان تجذب الناس لهم اكثر من التطبيقات الثانيه. بصراحة كل التطبيقات من يسوون مثلا ابديت او يحطون اشياء جديده بيه، كل هذا اشوف هذا تحسن التطبيق اكثر من انه تسويه انه تغير على الناس او بطلعوا على شيء متعودين عليه غير سناب شات، لانه سناب شات كل ما يسوون تحديث للتطبيق الناس ما يحبوه، يعني ده يصير شيء مزعج بالنسبه لهم، لانه التغيير ده يغير مثلا مكان الستوري او مكان الجروبس مكان الفريندز، فالناس انزعجوا من هذا الشيء باخر فتره. ده على الواتساب؟ لا على سناب شات. اوكي، لكن الواتساب بقى في تنظيم اكتر للجروب دلوقتي. لا الواتساب كل ما يسوون ابديت ده حسه شيء مفيد، يعني سبيشلي الخاصيه مال انه تمسح المسج ورا 7 دقائق اذا اللي ارسلت له المسج ما وصلته او ما شافها تقدر تمسحها وهو ما يشوف شنو وصل. بس الفكره انه بيبين عنده الواتساب، على الواتساب بيبين عنده يور مسج جود ليت، بس الناس اللي يفضلون انه يطلع عارفش محتوى مسحه المسج احسن ما يعرف شنو اي بالضبط المسج. يعني لا هي الفكره كمان بتاعت الفويس نوت. انا عندي انا عندي فضول انه ليش اكبر ايش اللي مسحها. لا هنا انا الكيد وليش الكيد ما الكيد ما ايش اللي مسحها ابغى اعرف. بس الفكره بتاعت الفويس نوت كمان بقت مريحه قوي انه اي اللوك بالضبط اني اسجل، ولا انه كان زمان بصراحه هوايه كانت تصير وياي، يعني بدي اسوي فويس نوت طويل فجاه يتزحلق الاصبع او التليفون يجي كريهة هالحركه. بس انا صرت متضايقه من قصه الفويس نوت كثير، لانه شفت لك العالم بيبعتوا فويس نوت ورا فويس نوت ورا فويس نوت ورا فويس نوت كانه ما في تليفون، يعني مزعج على الواتساب تضل عم تفتح بس فويس نوت. انا هاي الشغله كثير بتضايقني نفسيا، خصوصي اذا الفويس نوت دقيقتين ونص دقيقة ونص. طب لا يعني خلص افتح لي تليفون وخلص توصل 6 دقائق 5 دقائق عادي. لا في ساعات واتساب اللي هي اللي بتلاقي حد بيبعتها هو ممل في القائها، يعني ازيك بعدين كنت عايز اسالك سؤال نفس مثلا حتى لو كتابة مرحبا بعدين سكوت بعدين سند كيفك سند شو الاخبار انا قول الموضوع كله على طول وخلصنا، يعني لا تجلس كل شوي بالتقسيط الممل يعني. والدنيا سوام ومحدش ايه يعني ما حد يا الله استني اسمع فويس نوت. من الحاجات الثانيه اللي اعتقد ناس كتير ما بتحبهاش، يعني لو انت بتبعتي لحد واتساب وبتاكلي فويس نوت، يعني بتبعتي له فويس نوت لا انا هذه صراحه ما وصلتني لحد ما وصلتني لهلا. لا حد مثلا بيبعت لك فويس نوت وهو بياكل حاجه، فبص خلي بالك من الموضوع اللي انا قلت لك عليه اللقمه بعدين يكمل فحضرتك يعني يا تاكل يا تبعتي فويس نوت. طب نفس الشيء على التليفون، يا تاكل يا افتح لي تليفون. ما تخيلي بقى مع الفويس نوت انت بتسمعيها انت مركزه ايه اللي بيحصل، بعدين الفويس نوت اصلا انا بقول لك على حاجه بتحصل لي دي مضحكه جدا ساعات وانا بسمع فويس نوت طويله افتكر او انسى ان هي فويس نوت افتكرها مكالمه وترد. على الواتساب فابتدي ارغي نفسي اقول له يجيني هالاحساس. لا انت عندك مشكله نفسي يجيني هالاحساس، بس ما بيجيني هالاحساس انه احس حق. تعرفوا في كثير اوقات عن جد مع انه اعتراف على على الهواء ما بيصير، بس انا في كثير مرات يا بوصل لنص الفويس نوت خلص اتوقع شو هو اللي جايبه وبجاوب على الشيء المهم وخلص بطنش على الباقي لانه الفويس نوت بيكون كثير طويل ومزعج. اي هاي هواي ناس سووها، اكو وحده صديقتي هسه بتتفرج علي مره دزيت لها فويس نوت فاني دا اقولها موضوع جدا مهم ودا اسالها سؤال، فهي بدون ما تسمع شيء يعني انا سالت سؤال بنهايه الفويس نوت بدون ما تسمع شيء كتبت لي ها 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 شفتوا بقى يعني قلت لها شنو يعني جاوبيني، قالت لي على شنو اجابك، قلت لها دزيت لي السؤال يعني ما سمعتها اصلا بس كتبت لي ها ها هي انا المخرج بعت لي دلوقتي فويس نوت المخرج بعت لي فويس نوت دلوقتي اسمعها ازاي انا اسمعها كلنا على الهواء تخيلي بقى طويله كمان حضرتك يعني تخيل فيها بهدله مثلا حطها على الفويس نوت ما تقول هيك لا يعني تعالوا نسمعها نسمع الفويس نوت نشوف الفويس نوت وقال لي هو بعد محمد حنطلع بعد 5 دقائق بس دي سريعه يعني مش من الفويس نوت الممله زي ما بقول لكم حاولوا في الفويس في الفويس في الفويس في الفويس تركزوا ان هي تكون يعني فيها البوينت انت عايز تقول ايه، لان الواتساب اتعمل اصلا عشان طبعا الشاتنج حلو والناس انا من عشاق الشاتنج يعني انا لو عايز ارغي مع حد اكتر من التليفون يعني احب ارغي مع حد انا انسانه اللي يبغاني ده يجلس يكلمني ولا يرسل لي فويس نوت ولا شيء يكلمني. اقول لك على حاجه طب انا اقول لك على ميزه تعجبك دلوقتي اقول لك انت دلوقتي لما تجيلك رساله بيبقى عندك وقت تفكري في الرد بعكس التليفون بالضبط هو هذا احلى شيء بالتكستنج انه مثلا بالكول من واحد يخابرك تليفون
يسألك سؤال، إذا أنت تريد تكذب أو تقول شيء مفروض ما تقوله ما عندك وقت، خلاص راح يطلع الجواب. تريد تكذب تقول، تريد يعني تلعب بالموضوع شوية. فبالتكستينج تقدر تفكر شوية يعني قبل ما جابت إنه شو تسوي، شنو ممكن تطلع من الموضوع أو تغيره، فأسهل لك يعني بال. أنا حق زمن الطيبين أيام تليفونات اللي زي كده. طيب احنا رغينا شويه في الواتساب والجديد بتاعه، عايزين بقى نكلمكم على احدث التليفونات الموجوده. وفي تقرير جديد بيظهر ان الهاتف الجالكسي نوت 9 المنتظر انه يكون من شركه سامسونج طبعا خلاص هيظهر بشكل رسمي في نهايه يوليو، يعني بعد حوالي شهرين او اقل، وده بعد ما تمكن هاتف جالكسي اس 9 من الوصول الى 1,000,000 هاتف مباع في كوريا الجنوبيه، اكتر من 1,000,000 كمان، ومحقق نجاح كبير جدا. ناس بتحبه عشان الكاميرا بتاعته، وناس كتير بتحبه عشان السوفت وير اسهل شويه. شفتوا السامسونج ازاي؟ صراحه انا شفت دعاياته، شفت اللي صارت على برج خليفه، انه هوايه براندات يستغلون انه برج خليفه تقدر تسوي عليه دعايات. فهم بالاطلاقه مع التليفون حطوا صورته والفيتشرز مالته على البرج، فحسيتها فكره حلوه. بس انا انصدمت صراحه انه بعدهم الناس يعني منقسمين نصين، تو تيمز، الايفون والسامسونج، وهوايه ناس يعني يفضلون السامسونج بطريقه انا استغرب منها، لان انا من مستخدمين الايفون. وانا من عشاق هو الآيفون. احلى شيء انا اشوف في السامسونج، يعني مع ان انا من المستخدمين الايفون، الكاميرا، مع ان عكس بعض التطبيقات ما يطلع حلو، بس يعني كصوره او فيديو ما اعرف اتعامل معاه، انا ما اعرف، حاولت عكسك بالضبط. انا بس ما بتاخدش غير يومين، اول ما بتشتري التليفون بتلاقي بتفهمي الدنيا، ايدك او صوابعك بتبتدي تاخد على الحركه بتاعه التليفون، ازاي بتغيري من تطبيق لتطبيق، ازاي تعملي مكالمه، وبعدين تلاقي الموضوع سهل. انا من رايي ان كل واحد فيه مركز على حاجه، يعني ايفون مركز على المتانه بتاعته، مركز على ان هو يعني سامسونج ممكن يكون من التليفونات اللي بتحلق ساعات، طبعا الجديد بيكونش كده، بس اقصد انه تحس السوفت وير بتاع الايفون تقيل ماسك نفسه. السوفت وير بتاع سامسونج او ما يركز عليه سامسونج، الكاميرا مثلا، الكاميرا رائعة. انا لا العكس تماما، بس بكل صراحه تطبيق الايفون حتى هلا صاير كتير عم بيعلق حتى معي انا، ما بعرف شو الابديتس دايما بعمل ابديتس على طول، اصلا اذا انا ما عملت الابديت وكسلت على الابديت لحاله الايفون حبيبي بيعمل ابديت لنفسه. بس كل اشاعات على موضوع الايفون انه دا يعلق، دا يقولون انه كل ما واحد يشتري ايفون ورا سنه اكزاكتلي تمر عليه سنه يبدي الابديت وحده هو يعلق ويصير تلفون بطيء والباتري ما تهمينه تخرب. فهذا دا يقولون إن أسبابه حتى المستخدمين يشترون الجديد اللي طلع بنفس السنة، فحتى يضطرون هم يغيرون يعني نوع الأسهم. يعني كل لاحظت بعد كم من أبديت، فعلاً لاحظت بعد كم من أبديت من على الآيفون، لاحظت إنه التليفون فيه تغيير شاسع، وأنا بيكون إلي يمكن 7 شهور مشتريته أو 6 شهور، أو وقعتين صار مدري شو صار له، يعني صار كتير كانوا يقولوا فراجايل. فما كمان الاثنين يعني صاير في عليهم سبوت لايت، يا ترى في نوع تاني براند تاني حيطلع حينسينا الاثنين ولا شو؟ هو عمال التطور مشي من زمان قوي، من اول ما كنا بنمسك تليفونات فيليبس اللي بعد كده نوكيا، بعد كده بلاك بيري، بعد كده ايفون وسامسونج، والدنيا عماله تتغير. بس هي الفكره كلها ان سامسونج هتطلق هاتف جديد اللي هو جالكسي 10 اس، وده هيكون في شهر يناير، وعلى امل ان هم يحققوا برضو اقصى امكانيات واقصى مبيعات. كل طبعا شركه عايزه تبيع على قد ما تقدر في حلول او بقيه عام 2019 يكونوا وصلوا لمبيعات كبيره جدا، وده زي ما قلت لكم هيطلق اول هاتف قابل للطي، يعني هيبقى تليفون فلكسبل بشكل كبير. بس لحد الان لم تعلق شركه سامسونج على الموضوع، يعني ده كلها الاشاعات اللي بتطلع في بعض المواقع اللي مهتمه بالتكنولوجي، واحنا بنستنى اذا كانوا هينزلوا المنتج بشكل ده ولا كل شيء وارد صراحه. كل شيء يعني مع التقدم في التكنولوجيا ما استبعد شيء، يعني تليفون ينطوي، تليفون يطير، تليفون اي شيء. انا السؤال اللي عندي دايما هو دلوقتي ايفون 8 وبعد كده 10 واكس او كده، يعني ايه الاسامي اللي جايه؟ يعني هو هيسمي 10 اس مثلا، ايه الاسم اللي بعد 10 اس؟ اعتقد هم حيبقون على موضوع الارقام الى ان يطلع ترند جديده او شيء جديد، انه خلاص الناس تمل من انه 1 2 3. بس اللي سمعته غير انه تليفون ينطوي، انه شركه ابل حيطلعون التليفون اللي حيجي نيكست يير انه حيكون شفاف، فالتليفون من ورا ومن قدام هو عباره عن سكرين. انا سمعت عنه بس من زمان، كلنا نشوفه اي، بس يقولون انه هو بالسنه الجايه ان شاء الله راح يطلع.
بس همنا هم ما اكدوا شيء او ما طلع القرار. انا برضو اللي بشوفها بحس ان هي زي ما تقولي ايه اجتهادات من بعض الناس اللي بتحب الار ان دي او بتحب الابتكارات، زي اللي هو بتاع الساعه بروجيكتور هيطلع زي على تليفون على الايد وتقدر منه تقعد تقلب وكده يعني منه وتتعامل معه. اي بما انه طلعت السمارت واتش فاكيد حتطلع وياها هاي الاشياء، تطلع بروجيكتور تسوي اشياء من الساعه. لسه عندنا مواضيع كتير هنرغي معاكم فيها وهنتكلم عليها بس بعد البريك، زي موضوع مين اللي بيحصل على اعلى راتب في العالم اللي هتقول لنا عليه ريم وتدينا شويه معلومات مهمه جدا. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا بريك. بعد ما بريك سريع رجعنا لكم تاني. بعد ما كنا بنحكي في ايه، كنا بنحكي في الصحة واتكلمنا على الصوم، وبعدين اتكلمنا شوية على التطبيقات والتكنولوجي. دلوقتي هنتكلم على فقرة الحاجات الغريبة. في مطعم في نيويورك ابتكر اكلة جديدة كده، طبق ليه مميزات استثنائية وابتدى ينتشر جدا على السوشيال ميديا، كل الناس اللي بتروحوا بياكلوا اجنحة دجاج اللي هي تشيكن وينجز مغطاة بطبقة من الذهب عيار 24 قراط. بيقول اصحاب المطعم ان المكونات بتاعت الطبق الذهبي ده بتحتاج لوقت كبير جدا عشان بينقعوا الدجاج او الفراخ في الماء المملح لمدة 12 ساعة، وبعد كده بيغطوها بطبقة من البهارات المصنوعة محليا من حاجات بتتسخن وخليط ذهبي كده من الزبدة والصلصة اللي هي بتسمى البوفالو وينجز والعسل، ومن بعديها بيكون الاجنحة بيتم تغليفتها بغبار الذهب القابل لي اكيد انك تاكله، وبسعر او العشر قطع هيكون سعرهم حوالي 45 دولار اللي هو ما يقارب 165 درهم تقريبا، فيما يصل انه فكرة سعر القطعة الواحدة او سوري 50 قطعة الى 1000 دولار اللي هو 3688 درهم. حد كان فيكم او شارب حاجة قبل كده بالذهب؟ لا صراحة فكرة يعني عملوا نفسها نفس برجر بالذهب او حلا، كان ما اذكر ايش نوع الحلا، كان سعره يمكن 700 دولار حلا واحد كذا، كان مغطى بالذهب شيء زي كذا. انا اكلتها مره هنا بس في دبي. انا ما اكلتها، جربت جربت حاجه كان مغطى باللي هو زي لاير كده من الذهب يعني، كانت ظريفه. في صوره هو ده شكل الفراخ المغطى بالذهب. الفراخ هي الفكره كلها يعني، ما اعرف انا ما احسها فكره يعني، ممكن كشكل انه الناس يصير عندها فضول انه تاكله، بس هل هو شيء مفيد انه واحد ياكل ذهب يعني؟ انلس انه هو مفيد ممكن الواحد يجربه. هو ممكن يكون مفيد مثلا في ماسكات الوجه كان فيها نوع من انواع الذهب يعملون فيه. انا ضده للبشره مفيد بس كاكل انا ضده بصراحه، حتى على البشره ضده. بس سمعت عنها خلاص يعني ال 24 قيراط خلينا نلبسه ضروري نحطه على وجهنا هناك. انا لو كلته فعلا يعني انا لو 24 ولا 18 24 الذهب اللي مستخدمين 24 24 تخيلي واحد يخش على خطيبته كده الشبكه 12 واحده يعني خلاص. على فكره ممكن واحده تقول له انا عايزه اي، اكو بنات يحبون فكره انه مثلا يتقدم لها بوجبه انه يحط الخاتم على تشيكن ناجتس او شيء، اجى 24 طيره الوينجز اللي عليهم ذهب احسن. هي بالاخر اعتقد زي ما انت قلتي ان هي فكره للمطعم عايز يروج اكتر لمطعمه او عايز يروج لاكله. كمان في مطاعم كتير بتعمل افكار مختلفه. في فكره في السعوديه دلوقتي شفت برضو على موقع التواصل الاجتماعي لمطعم عمل صوره مفكسله ليه للاكل بتاعه عشان الناس ما تجوعش في الصيام، فهو بيقول مراعاه للشعور ليك عملنا صوره بيكسل للاكل عشان انت ما تشوفها ما تحسش بالجوع. كانت فكره حلوه جدا للناس، فكره جديده يعني. ففكره الذهب، فكره ان كل مطعم بيحاول يبتكر. في اليابان مطاعم بتجيب الروبوتس تخدم، وحكينا امبارح على الروبوتس والكلام ده كله. ف يعني بشكل كبير كل واحد المهم يبتكر حاجه تجيب له شغله. اي بس انا اشوف الذهب مو شيء يلعب بي يعني ما عم بتخيل انه يعني 24 قيراط على جانح تشيكن اخر شيء انا لا يعني بفضل البسه. بس هو شكله مغري، شكله مغري. هاي انا على فكره مو الدجاجه تعمل بس هي انا انا كنت بكلم
من الحاجات الغريبه اللي عندنا برضو عايزين نرغي معاكم فيها، ريم هتحكي لنا اكتر على مين في العالم بيحصل على اعلى راتب موجود حاليا. ارجوك خليني اكلمكم عن صديقي الصدوق. مبدئيا صديقي عمره 27 سنه، ويعتبر من اصحاب الرواتب العليا لانه هو حقق اعلى دخل مالي، وهو اسمه ايفان سبيغل. لهلا ما عم بعرف الفوز اسمه الاخير، وهو صاحب ايفان سبيغل او ايفان سبيغل، في كثير ناس بتقول ايفان او ايفان. هو صاحب سناب شات. تخيلوا انه هو وصل بعام 2017 ل 504.3 مليار دولار، يعني فيك تقول انه هو بالشهر كان يقدر يحصل على 42 مليون دولار، يعني باليوم بيعمل مليون فاصل 2 دولار. يعني تخيلي انت مثلا عملتي شيء يقدم لك هذا المرجوع، يعني بكل صراحه عن جد شيء عن جد واو. بس ما بعرف شو رح يصير بال 504.3، لانه صراحه بظن بال 2018 حتنزل، تغير لانه كثير عالم بطلت تستخدم سناب شات. بس المبلغ طائل، يعني مبلغ كبير. بس انا من سمعت المبلغ اليوم انه هاي المعلومه احنا نعرفها من قبل، بس انا ما استغربت صراحه من الارقام، لانه دا احس هسه بالسوشيال ميديا صار انه من تسمع انه اللي ابتكر سناب شات او ابتكر فيسبوك او ابتكر انستغرام انه مو غريب انه هو ياخذ هاي المبالغ، لانه يعني اعتبر نص العالم دا يستعملون هاي التطبيقات، فمن الطبيعي انه يكون المرجوع المادي له انه مبلغ كبير. يعني هو مرتبه، خلينا بس نسهلها على مشاهدينا، المرتب بتاع صاحب سناب شات بيحصل شهريا على 42 تقريبا مليون دولار. أيوة. ده مرتب لو انت بتحصلي على هو ربع المرتب ده هتعملي ايه؟ صراحه هو راتبه 8 بالسنه، سوري شهريا بيعتبر 98000 دولار. بس قصدي المحصول اعتمادا على سناب. لا كريم، انت قلت لنا انه بيحصل على 42 مليون دولار في الشهر بس سنويا. لا، على سناب انكوربريشن. على سناب انكوربريشن هن حصلوا انه هو بياخد بعام 2017 اخذ او حصل على 504.3 مليار دولار. اوكي، هو يعني لو يدينا 20 جنيه عارفين انتوا 20 جنيه منهم. لا هو ده صديق انا ما خبرتك فيه. طبعا اعرفه ولو يعني. بس مثل ما قالت اعتقد هسه بهاي السنه ب 2018 المبالغ اللي حتجي حتكون اقل، لانه الناس ابدا ما عجبهم الابديت الجديد مع السناب شات، فبطلوا يستعملوا مثل تراجعوا عن الابديت اللي عملوه ده، رجعوا لشكل قديم. بس بعدهم بده يغيرون اشياء، كل ما يغيروا ما رجعوا للاول القديم اللي كل الناس كانوا يبغونه. حطوا واحد ثاني جديد صلحوه، مرت فتره صلحوه في صح، صارت في اشياء يعني محسنه، مثلا جروب الحاله الصور تغير شكلها. بس هم الناس مفضلين التطبيق الاصلي مع السناب شات اللي كان بعد الارقام تطلع كم ثانيه بقى، هذا هم اللي يحبوه. فهسه كل الناس ذا تلجأ للإنستا ستوري أكثر من سناب شات. لأنه سناب شات في الأبديت الجديد خسرت الشركة، حتى موظفين طلعوا من الشغل. ولا بيضحك كمان إنه في كتير ناس بيروحوا يستخدموا السناب شات الصورة، مثلا لو هو التطبيق على الإنستغرام مش منزل مثلا الورد، هم بيروحوا ياخذوها من السناب شات ويرجعوا ينزلوها على الانستا ستوري. هاني شوي. بس في كثير عالم يعني وشخصيات معروفه على السوشيال ميديا او على نطاق الاعلام بشكل عام حكوا بطريقه كثير ساخره على التطبيق الجديد تبع سناب شات، لانه فعلا كان غير مفهوم، وكانه حسيت انا بصراحه يعني حسيته كثير مركز على السبونسرد ادز اللي بتصير او على شفتوا كيف الستوريز دعاية. مو بس حتى لما هلا بتفتحي على التطبيق الجديد ببين لك، لما قبل كان يبين لك انه على المجلات، بس هلا ببين لك انه سبونسرد. ف ما بعرف شو اللي صاير. هو الاخ ايفان متجوز؟ أيوة. متجوز مع الأسف. عارضة أزياء صح؟ عارضة أزياء. أيوة. هي بقى بتحصل على قد إيه من الراتب ده؟ ميراندا كيرن هي أصلاً من عروض الأزياء، يعني راتبها جداً عالي. بس أنا سمعت إنه من كانت أجس هي عندها أولاد صح؟ منه. أيوة. بس ما أعرف قبل الزواج أو بعد الزواج، بس إنه كانت فترات إنه تبتعد عن عروض الأزياء. بس طبعاً معروفة شركة فيكتوريا سيكريت، فأكيد
الرواتب بيناتهم تتقسم. هي الفكره كلها انه يعني الراتب اللي هو بياخده ده لازم يتجوز الراجل يعني اعتقد انه هو يعني الواحد لما بالراتب بتاعه بيعدي. يعتبر انه يتجوز من اجمل العارضات. هي جميله صراحه. ميراندا كير معروفه بجمالها صراحه. عامة احنا عندنا جديد كمان عايزين نكلمكم عليه، وفي حاجات بتحصل في بلدنا الحبيب الامارات، دايما بنشوف الامارات سباقة في حاجات كتير، فموقع بيزنس انسايدر الشبكي الامريكي اللي بيعتني بشكل كبير بالشؤون الاقتصادية حول العالم عمل تقرير مصور عن برج ذا باد تاور. يعني ايه الفكرة بتاعته؟ هيكون مزمع افتتاحه في دبي في وقت لاحق من السنة دي او من العام الجاري، مع فكرة جديدة خالص. الفكره بتاعت البرج ايه ده اللي هو اسمه ذا باد او يعني؟ طبعا معروف بلدنا الامارات الحبيب كل شيء سباقه فيه، خصوصا في المباني الشاهقه، في الابراج، في هذه البناء. في صراحه يعني مباني معماريه صراحه يعني تعد زي التحف الفنيه، واخرها طبعا دبي هي او الامارات الكل يتمنى انه هو يجيها عشان يشوف هذه المباني، واخرها هي مبنى الآيباد، هو على شكل برج الآيباد، على شكل الآيباد مثل ما احنا شايفين. يضم هذا البرج، تم إنشاؤه عام 2006 بالبداية على يد المعماري جيمس لو، يرتكز على طبعا التقنية العصرية، وهو يضم 24 دور و 231 وحدة سكنية، بالإضافة أن طبعاً الشقق السكنية هي مزودة بأحدث التقنيات. يعني هو حيكون للسكن مو للشغل. للسكن. الأحدث التقنيات فيها أشياء يعني. يعني هو فكرته زي ما شوفنا في الصورة إنه شكله كأنه آيباد. برج على شكل آيباد. ذا باد يعني. التاور هو يكون برج الآيباد اسمه بيكون كده. وهيبقى فيه تقنيات حلوة يعني، ممكن مثلا حد يعمل عليه كده أو كده. لا لا ممكن هو الشبابيك ما تتصير تقنيات شيء. هتلاقي فيه أكيد تقنيات جامدة. مثلا المفتاح بيكون على بطاقة الهوية أو شيء زي كده. ممكن البصمات يبدون يستعملوها للأبواب. طبعا أكيد من الداخل مزود بأشياء مرة تقنية عالية. وفي بيوت كتيرة دلوقتي موجودة في بلدنا في الإمارات بيعملوا. أنا ما أستغرب هذا الشيء ما شاء الله يعني. كل يوم تطلع اشياء جديده واشياء مبهره يعني السياح والناس، وكل ما يعني انا بالنسبه لي كل ما اسافر مثلا وارجع حتى لو فتره قصيره اجي ما شاء الله اشوف اشياء مره روعه جديده. تم بناء حاجات جديده مره انا بس سافرت اسبوع رجعت لقيت قدام بيتي اوتيل مبني اوتيل كامل يعني، انا بس رايحه اسبوع فما بالك اذا تغيب شهر او شهرين عن. بس هم المعماريين بيخرجوا دلوقتي من النطاق العادي مثلا في بناء اشكال جديده للتاورز تكون ناس تحب تقبل عليها، ففكره انه يعني ممكن نلاقي بعديها مبني مثلا او مبنى على شكل مبني؟ مثلا مبنى على شكل ايه غير الايباد يعني؟ ايه الافكار اللي ممكن يعني حسب المصممين يعني ما اعرف، بس اكيد اشياء فريده راح تكون. انا بتخيل مثلا مبنى كاميرا مثلا ممكن اي ثينك يعني اخذوا من كل شيء لدرجه انه نحن مستحيل فينا نفكر بشيء يعني التويست تاور ولا البرتس تاور ولا كل هدول التاورز، اخذوا كل الاشكال اللي ممكن المخ يستوعبها فما فينا نستوعب شيء جديد. حكينا على شويه حاجات جديده بتحصل في العالم، وكمان حكينا على بلدنا الحبيب والامارات على ايه الجديد فيها. هنرجع لكم تاني ونتكلم بقى في الموست تريندنج نيوز او ايه اللي العالم كله بيتكلم عليه اليومين دول او النهارده بالاخص. النهارده بالاخص. ونرجع لكم تاني بعد بريك سريع. استنونا. يلا بينا. رجعنا لكم بعد البريك وكنا بنتكلم في مواضيع كتيره النهارده، اتكلمنا على التكنولوجي والواتساب، اتكلمنا على الصحه، اتكلمنا كمان على ازاي ما تنامش كتير تاكل قليل والحاجات اللي هي مفيده جدا في وقت الصيام. بس دلوقتي بقى في اللقطه او في الفقره اللي احنا عايزين نرغي فيها من اول ما ابتدينا الحلقه، وهي الحاجات الترندنج النهارده، واكيد كلكم شفتوا او مر عليكم موضوع الفرح بتاع الفرح الرويال الزفاف الملكي. شفناه ازاي؟ هنحكي لكم بقى كل واحد، بس شاهناز عايزه تحكي لنا على شويه تفاصيل مهمه. طبعا اليوم السوشيال ميديا كلها دا يحكون بموضوع الرويال ويدينغ وميغان وهاري، فرح نحكي شوية بالتفاصيل اللي شفناها. أول شيء الناس كانوا دا يشوفون الحضور من المشاهير اللي وصلوا، شفنا جورج وأمل كلوني كانوا من أحد المشاهير اللي حضروا العرس،
طبعا الاطلالات كلها ملكيه وسمبل، يعني بيحاولون يكونون ياخذون اللوكس السمبل اكثر. بعدين شفنا ام العروسه او شفنا جلمس من العروسه بالسياره، فالناس قالوا انه التاج اللي هي لبسته كان تابع للبرنسس ديانا اي جس. بس كان اكو يعني اختلاف بالاراء انه هل هي طالعه تو سمبل، يعني اللوك جدا بسيط بالنسبه لزفاف ملكي، او انه هو طالع شيء راقي او شيء فخم. فاني بالنسبه لي شفت انه الفستان حلو جدا راقي وجدا سمبل، بس لو كان بي شويه تطريزات او اشياء مثلا ديتيلز كان ممكن يطلع احلى، لانه مثلا شفنا كيت بعرسها كان شويه اكو ليس يعني من فوق اللي بالفستان العرس كان بي شويه شغل، فهذا كان انه بس مركزين على انه قماشه واحده كلها ابيض. الطرحه مالتها كانت حلوه بيها شويه شغل، بس هسه شفنا بالبريك انه اكو ناس يقولون على الميك اب مالتها انه يمكن بس حاطه صن بلوك ما حاطه شيء على وجهها، فكلش كان بسيط يعني ما ركزت مثلا على الفيس ميك اب او ما حطت اشياء اوفر. بس بصراحه يعني ككل الصوره كامله كلش حلو جدا فخم، اني كلش حبيته. ما اعرف انتم شنو رايكم؟ انا حبيته جدا الفرح الرويال، يعني ما فيش اجمل من كده. اعتقد ان هو الحاجات اللي هي او مش فرح، يعني اقصد احنا الافراح بتاعتنا بنحب نرقص ونغني والبوفيه والكلام ده كله، لكن الفرح ده الرويال فيه ريحه من تحسي يعني من حاجات اللي هي اما تسمعي عن الافلام القديمه وازاي كانوا بيجيبوا العرس الملكي وبيتم حتى ازاي حتى السيارات اللي جت بيها العروسه والعريس وهاي كلها كانت الكلاسيك. هي في معلومات سريعه كده عايزين نقولها للي ما حضرش اي حاجه او ما عداش عليه الفرح اصلا، الامير هاري هو الخامس في العرش البريطاني، كمان بيتجوز ممثله امريكيه. نعم الثالث الخامس انا اليوم قريت انا قريتها الخامس والله انا قريت تحديني. فهو الفكرة كلها الخامس والسادس يعني يعني ما نشوف هيحصل ايه عقبال ما مش المهم، يعني انه الفكرة كلها اتجوز اللي هو خطبها من فترة الممثلة الامريكية ميجان، وهي كانت بطلة او احد اشهر اعمالها فيلم سوتس. زي ما انتوا خدتوا الموضوع للناحيه بتاعت الميك اب والازياء وكده، انا شفت طبعا من نظره ثانيه خالص. موضوع ثاني انه هي ممثله، فكان اكو وايد ناس بيقولون انه شلون امير بيتزوج ممثله، واكو ناس بيقولون انه هي احد اصدقائها هو اللي عرفها على الامير، فكان انه موضوع انه بيقولون انه انا اصدقائي ما يعرفوني على احد ما يعرفوني على امير. بس اللي شفناه اليوم همين على السوشيال ميديا انه ميغان قبل 15 سنه ماخذه صوره قدام القصر الملكي، وهي يعني ما كانت شي هاز نو ايديا، ما تعرف ايش حيصير ورا 15 سنه. فالواحد دائما يتفائل بالمستقبل انه ممكن اللي بتحب تتصور مشان تتجوز السادس او السابع تحب تتصور عند القصر. عندي صوره وريتها لكم من 15 سنه في عند كينجز بالاس. عندنا محمد متصور. لا عايز اتجوز امينه بقى. انا امينه بقى شوفوا لي امينه. الفكره كلها انه في حضور كبير كان زي ما انت قلتي من مشاهير موجودين زي جورج كلوني وامل، كان في ديفيد بيكهام، كان في ادريس البا الدي جي المعروف، كان في سيرينا ويليامز، كان في اوبرا، كان في مين، كان في مشاهير، كان في ألتون جون. وشفته في اثناء الفرح نفسه الموسيقى اللي كانت بتتم والاجواء كلها. انا كنت عمال عندنا جروب على الواتساب احنا بنرغي مع بعض في، انا كنت عمال ابعت لهم الصور وايه اللي بيحصل والفيديوهات. شفتوا الدخله الحاجات دي هي اللي انا شفت فيها يعني اناقه اتس رويال ويدنج، يعني ما في يكون الا هيك. وبعدين ما تنسى انه اتس هيوج ميديا كفرج عليه، ما في يكون الا بقمه الرقي. بس بصراحه يعني بغض النظر انا يمكن ما كنت من معجبين للفستان ولا الطله ولا الطرحه، بس كل شيء كل شيء ككل كان كتير ملكي ملكي، كان يعني عن جد ممكن اي بنت بالعالم تتمنى هذا الشيء يصير لها. بس يعني احنا نشوف باغلب الاحيان انه الاجانب يتجهون للاعراس البسيطه دائما، صح. يعني دائما من نشوف الاعراس مالتهم العروسه دائما اللوك بسيط، الفستان بسيط، صح. ما يسوون الاشياء اللي العرب يسووها. فلذلك اليوم شفنا انه صار هوايه ضجه بهذا الموضوع، انه البنات العرب يقولون انه شلون وحده بعرس ملكي انه هاي الاطلاله تكون مالتها. بس اذا وحده عربيه ما كانت تعمدت انه تكون الفكره فيري سمبل بالنسبه للعرس مقارنه طبعا بالاعراس اللي كانت. هي كانت تبغى كل شيء يكون بسيط اكثر من حتى الحضور ما كانوا مره كثير، وهذا الشيء مقصود. عامه احنا لسه هنتكلم على الموضوع اكتر لانه في تفاصيل كتيره قوي وكان الفرح مليان حاجات كتير. بس تعالوا نطلع بريك ونرجع لكم على طول، وعندنا سكتش كمان فاستنونا بعد البريك. <تصفيق
رجعنا لكم تاني بعد البريك، وكنا بنتكلم قبل ما نطلع البريك على الفرح اللي كان كل العالم النهارده بيتكلم عليه، السوشيال ميديا، الميديا كلنا كنا بنتفرج، اللي كان فاضي يعني وعنده اجازه النهارده كان بيتفرج، واحنا بنحاول بشكل كبير بشكل اجمالي وبشكل كبير نديكوا تفاصيل للي ما شافش او ما عرفش. فحكينا على كل حاجه، واعتقد انه زي ما قلنا كان في حضور من المشاهير، كان في ناس اتكلمت على الاطلاله بتاعه العروسه، في ناس اتكلمت على اطلاله المشاهير، في ناس كانت عم تحكي على اطلالات المشاهير وعم تعمل بولز على الانستغرام انه كان شو تفضل اي واحد احلى، اي طله كانت احلى، وفي اطلالات كانت، بس كل الاطلالات كانت كثير سمبل بسيطه بسيطه لحد الخيال. يعني اللي بيتالقوا دايما في الاطلاله بتاعتهم ككابلز ديفيد بيكهام وميلاني، صح؟ بيبقوا داخلين كده تحسي انه خلاص كله ركن على جنب، هاشتاج كابل بولز. فعلا عندنا سكتش بقى هنتفرج عليه دلوقتي، وسكتش جديد خالص زي ما عودناكم من امبارح واول امبارح، بنتفرج على لقطه او سكتش مصور بنعرف منه ما يدور وبنبتدي نشوف الحكم عليه هيكون عامل ازاي. يعني هنشوف حاجه بتحصل وما نبقاش عندنا البري جادج او سرعه الحكم على الحاجه قبل ما نتفرج عليها او قبل ما نعرف تفاصيلها كلها. تعالوا نتفرج عليه ونرجع نتكلم عليه. ايه بري جادج؟ نتفرج على السكتش ونرجع لكم تاني. الحين يطلع يدخل مره ثانيه يا جماعه الانجليزي. لا تطلع حاجه ودي تطلع حاجه في الود. حتى انت هادي يا ابني. ايه في ايه؟ مش كده برضه يا عم، انا موجود، كنت عارف طريقي، كلمني فايبر او ايا كان انت عايز تكلمني ازاي، ما تكلمنيش بس مكالمه عشان اعرف بس الدقيقه غاليه. انت عارف ان مفيش حاجه تغلى عليك حبيبي. تسلم، ربنا يخليك يا عم جمال. رايح ايطاليا ومش عارف اسم ايه؟ اسم اول ايطاليا يا عم. اسم اول ايطاليا ده فين؟ لا انت الفتره الجايه تقعد مع حسنين بقى، ده رهبات معايا. حق ما تسيبوش بقى. انت عارف يعني احط لك انا الشنطه في العربيه؟ عارف يعني ايه، صح؟ والله توحشني يا عم. والله وانت اكتر يا عم. يلا على السلامه. في نفسك اوعى البنات تضحك عليك كده وتقعدك في كافيهات وبتاع. بنات اوعى انت بنات ايطاليا يضحكوا عليك يا ابني، وانا مسافر اللي عشانهم. يلا حبيبي اجيب لك واحده. مع السلامه. بتصل بيا. يلا حبيبي مع السلامه. بعد السكتش اللي شفناه دلوقتي، شفنا منه لقطه البدايه، بنبتدي نتفاهم او نفهم واحده واحده ايه اللي بيحصل في الفيديو. المفروض انه في النهايه احنا زي ما شفنا بتاع امبارح كان بيتكلم على العمل وازاي البنت خدت الملف والكلام ده كله اللي كان متابعنا. كل يوم هنتفرج على فيديوهات كده سكتشات سريعه ونبتدي نشوف الحكم عليها. فهمتوا حاجه من اللي ظهر دلوقتي؟ اثنين اصدقاء، واحد حيسافر والثاني ده يودعه وده يقول له انتبه من البنات، عم يوصي على البنات. يعني هو في وصيه، الحاجه اللي بتبتدي هاديه دي بتحس ان وراها قنبله بتحصل بعدها. فاحنا هنتفرج لسه على السكتش او بقيته دلوقتي ونشوف ايه اللي هيحصل ونشوف تفاصيل اكتر ونقعد نرغي عليه تاني. فتعالوا نروح ونرجع لكم تاني. يلا بينا. يلا بينا. لحظات حسنين. اتفضل يا باشا. هات لي الحساب النبي حسن عشان ممكن امشي. حاضر. الحساب يا باشا. حساب ايه؟ حساب انا قلت لك الحساب؟ والله. انت عايز تمشيني يا حسنين؟ لا لا انا قاعد شوي، انا قاعد. تنورنا يا باشا. حبيبي تسلم. ودي بقى الو. ايه يا معلم؟ انت فين يا عم وفين تليفونك؟ لا كنت في الكمين اللي قبل المطار، ما سمعتش تليفون كويس. ايوه ايه اللي حصل؟ كنت فاكرك لسه في الطريق. انا قربت لا انا وصلت خلاص يعتبر يعني، وشكل القهوه اللي شربناها دي وجعت لي بطني، عايز الحق اخش الحمام. مش لاقي محفظتي. ايه؟ طب دورت عليها كويس؟
طب ما ترن على حد من العيال يجي لك ويجيب لك فلوس معانا. عيال العيال كانوا لسه قاعدين معايا وكانوا طالعين مصيف واكيد زمانهم وصلوا اصلا. يا نهار اسود. طب وهتعمل ايه دلوقتي؟ هو مش الواد اللي شغال عندك ده معرفتك؟ معرفه يا عم، بس الواد ما يتحملش نص ثمن المشروب اللي انا شربته. كلمه ياجل لك الفلوس دي لبكره او تعالى هاتها له بالليل. هو انت طلبت حاجات كتير؟ شلت الحساب. انا كنت فاكر الموضوع كوبايتين قهوه على شيشه تبقى محلول. طب ايه العمل دلوقتي؟ مش عارف. هو انت حظك زفت كده؟ لو كنت كلمتني من شويه كنت جيت لك. روح انت لطيارتك وربنا يسهل. خلينا نشوف لو لحقت تتصرف من شويه ابقى اكلم ولا حاجه. يلا ربنا يسهل. مع السلامه. سلام يا حبيبي، خد بالك من نفسك. مع السلامه. السكتش او الفقره الثانيه من السكتش، هو لسه ليه بقيه كمان فما تسرعوش الاحكام. كلنا عمالين نفكر، شفتوا واحنا بنتفرج عليه اللي قال طب ما يديله الحساب شوكوك اللي هي الكلمه المصري. بس اول شيء قال لها ما سرقوا. لا انا ما قلت سرقه. اول ما لا 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 ما حكمت، ما قلت، انا قلت سرقه. من سوى هيك شيء قلتي سرقه؟ لا قلت تسرق. ممكن يكون أوكي. ممكن يكون انسرق، ممكن يكون نساها اصلا أوكي. في البيت او في السياره او في اي مكان يعني. لا وهو شغال كمان، احنا قلنا طب ما هي قهوه ويعني بس يدفع حسابها. طلع ان صحابه كانوا قبليه معاه وطلعوا المصيف، فواضح ان هم طلبوا طلبات كتير عازم. فهو واضح ان هو كان عازم وبقلب يعني، وبعدين مش لاقي المحفظه لسه هيبقى في بقايا للسكتش. بس يعني الفكره كلها انه في فيديو قصير بيبقى عايز يوصل لنا فكره من المشهد التمثيلي ده سريعا ايه اللي بيحصل في مواقف كتير بتحصل لنا في حياتنا وايه اللي ممكن نستنتجه او ايه اللي ممكن نكون سريعين الحكم عليه. حصل لك انت هوايه ناس من يشوفوه هيقولون انه سرقوا. بس ريم دلوقتي كانت بتقول واحنا بنتفرج ان هي حصل لها الموقف. ايه بس لاني انا انسان كتير بتنسى ياما نسياني ما من محفظتي. بس انا بقول يعني خصوصي هون الحمد لله ببلدنا الحبيب الامارات في امان عام بكل مكان. يعني ياما انا رايحه كنت بصالون بعيد عن بيتي قلن ثواني مثلا او ما في ساعه ان شاء الله بكون عندكم، بكون ما في بساعه بكون عندهم انا اعطيتهم الفلوس. ياما بكون نسياني محفظتي بالبيت على العجله. بس هذا محل من ما بيعمل امان، يمكن هو مكان ما في امان او بيكون نسيان يمكن محفظته بالبيت، فما فينا كثير نعمم. بس واضح انه هو كثير متوتر، شكله متاكد انه كانت معه وضايعه، يا اما كانت قدامه واختفت. فهو يا مسروق يا مخضوض ناسي على العجله او شيء. هي كتير بتحصل فكرة النسيان ده. أو أكبر احتمال يعني. إنه هو يطلع ده يكذب هو مناسيها، ممكن يريد يلعب على المطعم أو على أصدقائه. وده احتمال ثالث. شوف جابت الفكرة من حتة تانية خالص صح. والمخرج على فكرة يعني أنا شايف إنه فكرة إنه كان آخر واحد سلم عليه ومشي دايما في الأفلام والمسلسلات بيبقى ليها معنى في الآخر إيه. يعني هو وكلمه وهو التاني رايح مشوار ممكن يبقى ما في حاجة. ما طلع الأصدقاء ممكن. اللي قبل طلعوا بس آخر واحد. بس آخر واحد فعلا. فهي كلها احتمالات وكلنا مش عارفين ايه اللي هيحصل بكره. بس لما نتفرج على بقيه السكتش هنعرف اكتر. ولكن الفكره كلها مسافر لايطاليا. ده حنان بتقول لي انه مسافر لايطاليا. الفكره كلها انه يعني مش قادر يرجع له عشان خلاص هو طالع على المطار ووصل فمش هيقدر يلحق. انا شايف انه عادي جدا. بس في الترناتيف للمواضيع يعني ممكن كان دق لحدا تاني من اصحابه يجي يعطي فلوس او يقول له لصاحب المحل انه خلص انا شوي برجع خلي رقمي خلي كذا انت بتعرفني ممكن تشكيني للشرطه او اي شيء. بس شكله ما في هيك شيء بمصر. لا بجد لا في اماكن كتير عادي بتلاقي الناس من كتر ما يعرفوا بعض لانه ظهر ترم الشوكوك ده من زمان. شوكوك يعني ايه عشان تبقى يعني سلف صح؟ مش سلف اللي هو عنوتة يعني انه بيحاسبوا بعد شوية. هو اقترح عليه انه يقول لصاحب المحل انه حدفع لك بعدين بس هو استحى قال انه الحساب هواية كبير فما ريد دعوه لهذا المبلغ. موقف محرج بكل الاحوال يعني سواء كان معاه
انسرق نساها طالب شيشة موية بس هو موقف صراحة. انت عارف انا حصل لي الموقف ده في مرة فعلا بس كنت في مطعم بقى ما حدش يعرفني فيه ولا اي حاجة وبالصدفة ما كنتش عارف افكر في ايه لا وحصل لي حاجة جميلة جدا سبحانك يا رب يعني لقيت واحد صاحبي معدي من قدام المطعم رحت طالع قلت له بقول لك انت عايزك هات بس فلوس ادفع الحساب وبعد كده اخده واروح بيه البيت اجيب فلوس ولا اتصرف بس هي كانت يعني ما خدتش 10 دقايق كنت مش عارف اعمل ايه فعلا كنت ناسي تصير يعني. هذه مع الكل يعني مع الكل بس لو مطعم غريب اول مره تروحيه وبتاع ممكن تبقى غريبه شويه بس انت قلتي معلومه مهمه برضو ان في بلدنا الحبيب الامارات بجد اماكن اول مره كاميرات ممكن اسال يقول لك امشي ايه ومع البقاليات بيكون في عندك دفتر حساب يعني خلاص باخر الشهر تروح خلي على حساب انه خلاص خلي على حساب باخر الشهر اخر شهرين ثلاثه اخرتك تدفع له يعني فبصراحة هذا الجو هذا الكالتشر بالإمارات اللي نحن عنا إياه واللي نحن متعودين عليه من الصعب يكون موجود بأماكن تانية أنا عم بحكي حتى تحديداً بسوريا يعني نحن عنا إياها هي شوي صعبة لا كلها أماكن ما يبقى موجود فيها الأمان بيبقى الموضوع الواحد بيسيب نفسه بزيادة فده اللي مضر بقى لا هنا مش معنى أن الدنيا أمان أن أنت بقى تنسى وتسيب فلوسك وكده يبقى احنا عندنا ثلاث احتمالات ممكن يكون صاحبه سرقه ورايح على ايطاليا ممكن نساها ممكن ايه تاني كذاب اي مكان ممكن طاحت منه طاحت اي مكان فعلا يعني ممكن تطلعها منه السياره ولا ضاعت ولا اتسرقت ضاعت ما اترقتش او نسيها ضاعت في احتماليه تانية ان هو يكون كذاب كذاب بالظبط دي احتمالاتنا بكره اللي هنعرف بقى مين فينا احتمال ممكن يبقى احتمال رابع خالص والمخرج يطلع خبيث وعامل لنا فكره ثانيه خالص لانه خلي بالك في المسلسلات اللي احنا بنتفرج عليها دايما وكده دايما تلاقي نهايه مختلفه خالص عن اللي احنا بنفكر فيه بس يعني انا عجبني الصراحه السكتش المره دي عن السكتش اللي فات يعني شويه الفكره تحسنت الفكره الفكره بتاعت الملفات والكده شويه تمثيل وشويه تمثيل يعني عن جد مضيانا هو الشاب شويه مضيانا انه هو هل هو مسروق هل هو عم يكذب هل هو التوتر يعني طيب احنا اتكلمنا النهارده عن الصحه واتكلمنا على الصيام واتكلمنا على الرياضه واتكلمنا على الاخبار اللي ليها علاقه بالتكنولوجيا والتطبيقات والواتساب واتكلمنا كمان على الاخبار الغريبه واتكلمنا على جديد بلدنا الحبيب الامارات واتكلمنا على الفرح والفرح الكلام ما اعتقد فيه حتى بعد البرنامج هنقعد نرغي لان احنا من ساعه ما جينا كان ممتع جدا وكان فيه تفاصيل كتيره وحدث عالمي مليان بالتفاصيل مليان متابع من اكثر من اكيد الناس راح تتكلم يعني فيه لسه اسبوع قدام يعني طب انتوا شفتوا الفرح انا عارف ان انتوا بتبصوا من منظور احنا هنبعد عن السكتش شويه نرجع للفرح منظور الاناقه والشياكه والميك اب والكلام ده كله هل الفرح كان محتاج يكون فيه مثلا احنا مثلا زي ما انت قلتي في الافراح العربيه عمرو دياب يجي مش عارف ايه يبقى فيه كان محتاج نحن الاربعه نروح لا كان محتاج لا يبقى في حتى بالاعراس الملكيه انه اكو اشياء محدوده انه ممكن مو مسموح انه يجيبوا المغني فتصير حفله صاخبه اكثر من انه في كثير اسباب ملكي. كمان ثاني انه ما بيقدروا يجيبوا مجبورين فيها هدول العالم الكبار لانه ممكن يلاقوا انه غير لابق لانه في ناس مو اتهاما لانه هن غير لابقين لا بس لا دائما الطبقه العاليه والكلاس حتى الفكره يعني انا ضدها اصلا بالاعراس العاديه انه يجيبون مغني لانه احسها تصير كونسرت تصير حفل موسيقي وخلص ينسون وينسوا العروس والعريس وينسوا العريس ويصير بقى بدهم يصوروا المغني فهم خلوها انه الحضور مشاهير احسن من انه يجيبون واحد مشهور يغني انا عجبني مشهد الناس واقفه في الطريق بتحيي العريس والعروسه وهم داخلين طبعا ركبوا الحنطور الملكي والحصان شكله حلو وماشيين بيه كان منظر حلو اعتقد وشفت كمان التغطيه الاعلاميه لبعض الجهات الاعلاميه اللي موجوده في انجلترا في انا عجبني قوي التغطيه بتاعت المذيعين يعني التعليقات بتاعتهم اثناء المراسم بتاعت الحفل كمان عجبني اللي هم راحوا قابلوا ناس كان في عرب على فكره كتير جدا واقفين كانوا بيزغرطوا حتى شفتي الزغاريط انا سمعت زغاريط وانا طالع في الفيديو قلت هذول اكيد عرب اكيد لان الزغروطه دي ما اعتقدش ان هي موجوده في انجلترا يعني هي موجوده في معظم بلدان العربيه صح زغاريط يعني ما اعتقدش انه سوريا مصر العراق السعوديه تونس كله الفكره كلها ان احنا بنتكلم في المراسم ابتدت بوصول اول حاجه كان وصلت الملكه قبلها وصل الضيوف اللي هم المهمين بعدين وصل العريس دخل هو ماشي على رجله وبعدين كان ماشي جنبه اخوه وحلوه العريس يعني الامير هاري يعني انا مش عارف العريس وبعديها وصلت هي بقى في العربيه
كان راكب جنبيها، وصلت مامتها قبليها. وعلى فكره موضوع باباها ده فيه مشاكل كتير، ما اعرفش هو مريض كان عشان كده ما قدر يحضر الحفل. اوكي، بس هو في اقاويل ان هو عمل مشاكل وصور بس وبحها بس هم يقولون ان كل الصحف البريطانيه تقول انه سكته قلبيه او شيء زي كده من اسبوع يعني كان مريض، عشان كده ما قدر ما قدرش يجي يحضر. لكن مامتها كانت واقفه معاه جدا مبسوطه يعني زي ما بيقولوا كده براود، فخوره بالده، دموع الفرح دموع الفرح. وبعدين كان موجود في زي بعد ما دخلوا ده يعني حصل ان هم وقفوا اتكلموا شويه مع المأذون ده قبل ما رسميا مع المأذون مع المأذون اللي بيجوزه المأذون. اوكي انا قالب الموضوع مصري مصري يعني، هم ما عزمونيش ودي بقى مشكلتهم. لا كان في كمان الفكره بتاعت انه وقف واحد يدي خطبه سريعه كده انه يتكلم على ازاي الحب بيساعد على انه ممكن يقضي على البوفرتي اللي هي الجوع اشياء كثيره يعني. هم صراحه زواجهم كان في تحديات كثيره، خصوصا هي انها ممثله ومطلقه، بلس انه هي اصلا أكبر امها من اصل افريقي، فكان في تحدي كبير لهذا الزواج في النهايه. اي اكو هواي ناس اليوم يعني البوستات كانت مو بس عن العرس، كان عن انه الافكار اللي طلعت منها الحب، انه هي بنيه ما كانت وحده ممكن تتزوج هيك واحد، ما تبصش على ساعتك مرتين. لا يعني عامه الكلام على الفرح مش هيخلص. حلقتنا النهارده في موعدنا شباب خلصت، اتكلمنا على حاجات مختلفه، نتمنى ان انتم تستمتعوا ببقيه اليوم. اشوفكم بكره في نفس الميعاد من 6:30 للساعه 8 في موعدنا شباب على قناه الان. باي باي. ما سوينا ده.